الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر عن ثقته في وعي الشعب المصري ويحذر من تهاون المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. وزارة الداخلية تواصل تطهير وتعقيم الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الجمهورية. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عرضا لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في وعي الشعب المصري، مؤكدا أن الحزم ليس معناه الترهيب، داعيا لمزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة ومحذرا من تهاون المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وأضاف السيد الرئيس أن مواجهة الأشرار لن تنتهي، مشددا على أن الشائعات ستستمر لأنها سياسة الأشرار من خلال التشكيك في الدولة والسعي لخفض معنويات المصريين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة كورونا، مشددا على أن الدولة المصرية لن تسمح بالبناء المخالف، ومحذرا من يتصور أن الدولة مشغولة في المواجهة مع كورونا. وأوضح الرئيس السيسي أن كل السلع متوفرة ولا يوجد أي داع للخوف، مشددا على أن الحد الأدنى للاحتياطي الاستراتيجي لا يقل عن 3 أشهر. ووجه الرئيس السيسي الشكر للأطقم الطبية ولجميع العاملين في القطاع الطبي بمصر لما يقدمونه من جهد ملموس في مواجهة فيروس كورونا. كما قدم الرئيس الشكر للقطاع الخاص على الدعم الذي يقدمه لمصر في هذه الظروف، داعيا للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها. واستعرض الرئيس السيسي القرارات التي اتخذها أمس لمساندة قطاعات السياحة والفنادق والطيران المدني ولجميع الشركات المتضررة من أزمة كورونا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة درع مصر وسندها في خدمة شعبها على مدار آلاف السنين، مطالبا القوات المسلحة بتوزيع وإنتاج المزيد من الأدوات الوقائية. كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع المصريين باتباع التعليمات حتى نستطيع جميعا السيطرة على انتشار فيروس كورونا، معبرا عن أمله في إعلان أن مصر ليس بها إصابات أو وفيات بسبب كورونا عن قريب، مؤكدا أن هذا الأمر سهل شريطة الالتزام. وأكد الرئيس السيسي أن تقديم يد العون للدول مثل إيطاليا هي رسالة تضامن من مصر حتى ولو بدعم رمزي، خاصة للدول التي تعاني من أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا. وأكد الرئيس السيسي أنه يوجد 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح تابعة للقوات المسلحة، وكل مستشفى منها بها 100 سرير في إطار مواجهة فيروس كورونا. وأكد الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة ومستعدة لكل السيناريوهات في أزمة فيروس كورونا. وفي كلمته قال الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة يتحملون هذا الوطن ومقدراته في مرحلة عصيبة، وتتجلى فيه تضحيات وتحية إجلال لشعب مصر العظيم الذي أمد قواته المسلحة بخير رجال للحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن. وأضاف وزير الدفاع في الكلمة التي ألقاها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده معدات الجيش الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بأن العالم يمر بمحنة واختبار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت حاضرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغلب على هذه الأزمة، وعكس ذلك رؤية ثاقبة وإرادة متجددة على بث الطمأنينة في نفوس المصريين. وكانت القوات المسلحة على قلب رجل واحد وسارعت بكل أجهزتها ورجالها باتخاذ كافة التدابير
في كافة القطاعات وطوعت الإمكانيات لخدمة الشعب المصري العظيم في منظومة متناغمة تعبر عن مدى الاستعداد والجاهزية. كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها 500 جنيه لنحو 1.5 مليون عامل غير منتظم اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى 16 من أبريل الجاري. وأوضح وزير القوى العاملة بأنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة فسوف يقوم مكتب البريد المختص بتسليم العامل لفيزا كارد بريد بدون أي تكلفة مالية على العامل، ليقوم هذا العامل بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة. وشدد الوزير على أن وزارة القوى العاملة سوف تستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل، وذلك حتى نهاية بعد غد الخميس. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التعاون مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا من خلال تفعيل هاشتاج أسئلة أندرسكور كوفيد-19. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بأنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنون من نشر تغريدة على موقع تويتر خلال نشرها مع الهاشتاج #داش-كوفيد-19، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة يوم ثلاثاء من كل أسبوع في حسابها على تويتر. قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في شهر رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها. وتؤكد الأوقاف على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة. كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل، مع تأكيدنا على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها. واصلت وزارة الداخلية تطهير وتعقيم الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. يؤدي رجال الشرطة واجبهم الوطني بكل أمانة وانضباط وحسم للتصدي لكافة أشكال الجريمة، هدفهم تحقيق أمن واستقرار الوطن وتطبيق القانون، إضافة إلى تلك المسؤوليات الأساسية. فقد فرضت مستجدات المرحلة الحالية مسؤوليات أخرى على رجال الشرطة يتحملونها بكل أمانة وصدق في مساندة جهود الدولة وما تتخذه من قرارات وإجراءات وتدابير لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد. وسط كل ذلك وتنفيذ الاستراتيجية وزارة الداخلية الساعية نحو تطبيق الإجراءات الوقائية بكل منشآتها، فقد واصلت الوزارة عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، ووفقا للبرنامج الزمني الدوري المعد لذلك، والذي يهدف إلى إجراء عمليات مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية بما يضمن سلامة وصحة العاملين بها والمترددين من المواطنين عليها. من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يتم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لتلك المنشآت لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد، وبما يضمن استمرارية العمل والخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين في كافة الأقسام والمراكز الشرطية، ويكفل الحماية سلامتهم وصحتهم.
وتوفير بيئة صحية للعاملين بتلك الأقسام والمراكز الشرطية. فرق الطب الوقائي تؤدي عملها بكل احترافية وبمعدات حديثة ومواد معتمدة تضمن التعقيم الكامل والصحي للأماكن المستهدفة. تأتي تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين، وفي إطار إدارة الدولة للتصدي لمخاطر فيروس كورونا المستجد، والتي تنفذها وزارة الداخلية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.